زي ما انت شايف كده قدامك، قدرت ان انا افتح نقاط التشغيل على جوجل بلاي او جوجل بوينتس زي ما انت شايف كده. ده فتح نقاط التشغيل في حساب امريكي جوجل بلاي، وكمان حلينا مع بعض مشكلة الدفع الخاصة ببلاي بوينتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تفتح نقاط جوجل بلاي امريكي، وكمان هتحل مشكلة بلاي بوينتس في امريكا. كل ده تقدر تستخدمه على اجهزة التليفون بتاعك، انا مش محتاج منك الاجهزة التليفون عشان تعرف تفتح النقاط. بصراحة الفيديو ده انا تعبت فيه واستحق لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. خلينا كده متفقين ان احنا محتاجين تطبيقين او ثلاثة بس، تطبيق جوجل بلاي وتطبيق المحفظة وتطبيق اللي هو الريوردس. طبعا انت شفت شروحات كثيرة على اليوتيوب ازاي تقدر تنزل التطبيقين دول، وهم في الاساس بيقولك ان التطبيقين دول غير متاحين في بلدك، وكل ده هنعرفه بالتفصيل. لما تيجي تروح عندك على جوجل بلاي، وبعد كده بتروح عندك على العلامة اللي هي الخاصة بحساب البروفايل بتاعك زي ما انت شايف كده، بتضغط عليها ضغطة مش بتلاقي حاجة اسمها هنا بلاي بوينت. حتى كمان لما تيجي تروح عندك على الاعدادات، وبعد كده بتروح عندك على الاعدادات العامة هنا، بتروح تدور على حاجة اسمها الحساب والبلد التسجيل. هتنزل كده تحت شوية هتلاقي البلد بتاعتك الموجودة زي ما انت شايف هنا. طيب عليك بس بتروح عندك تضغط ضغطة طويلة عندك على جوجل بلاي، وبعد كده بتروح عندك على علامة الانفورميشن دي، ومن هنا بتنزل تحت كده شوية لحد ما تيجي تدور على حاجة اسمها مكان التخزين زي ما انت شايف كده. هتضغط عندك على كلمة مسح البيانات، وبتعمل مسح لكل البيانات الخاصة بجوجل بلاي. خلاص عملت مسح البيانات، وكده الفي بي ان زي ما انت شايف المفتاح اللي فوق او علامة المفتاح اللي فوق دي اشتغلت. كل اللي عليك بس بتروح عندك على جوجل بلاي، وبعد كده بتروح على الحساب الخاص بتاعك انت او الحساب الرسمي بتاعك اللي عليه الالعاب بتاعتك. كل عليك بس تضغط عندك على علامة البروفايل اللي موجودة فوق هنا، وهتلاقي على طول حاجة اسمها جوجل بوينت ظهرت لك زي ما انت هتشوف قدامك دلوقتي انا ضغطت معاكم كده هنا، هتلاقي في حاجة اسمها بلاي بوينت، ودي أول نقطة وأول خطوة في درجة السلم علشان نقدر نربح نقاط على التطبيق بتاعنا ده. فأنت كل اللي عليك بقى هتروح عندك تبحث على حاجة اسمها وولت جوجل، وكمان تبحث على حاجة اسمها ريورد. هتلاقي كل حاجة هتنزل معاك عادي جدا، يعني هنا مثلا نكتب ريورد، تمام، هنا نكتب عندنا نعمل سيرش، هتلاقيها عندك ظهرت ما في بدون اي مشاكل. يعني كان الاول بيقول لك غير متاح في دولتك، لكن هتلاقيها ظهرت معاك عادي جدا. كذلك برضو هتنزل تطبيق اللي هو والت WALLET، طبعا ده الوالت الخاص بمحفظة جوجل، تمام زي ما انت شايف كده. هتعمل بحث برضو هتلاقيها ظهرت عندك، يعني لما تيجي تضغط عليها كان الاول بيقول لك ان هي غير متاحة في بلدك، دلوقتي اصبحت متاحة. طيب كل اللي عليا ان انا بروح عندي تاني على الصفحة الرئيسية كده، تمام، وبعد كده بضغط عندي على علامة البروفايل اللي كانت موجودة فوق، ومن هنا بروح عندي على حاجة اسمها بلاي بوينتس بضغط عليها، ومن هنا بقى ببدأ اعمل انضمام للبلاي بوينتس واعمل فتح نقاط او الحصول على نقاط جوجل بلاي. اضغط عندك على كلمة انضم مجانا، وهتنتظر كده شوية لحد ما يجي لك ايه وسيلة الدفع، يعني ممكن تستنى كده شوية لحد ما يجي لك وسيلة الدفع. طبعا احنا ما عندناش اي وسيلة دفع من الوسائل دي، فدلوقتي هنتبع بعض خطوات كده لازم انت تعملها بنفسك. فانت كل عليك كده هتخرج بره، وبعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها ريوردس، التطبيق اللي احنا نزلناه. تقدر تنزل التطبيق او توقف الفيديو لحد ما التطبيق ينزل. كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة جيت ستارتد، وبعد كده بقى بتختار الحساب اللي انت عاوز تشغل عليه النقاط بتاعتك، وضغط عندك على كلمة متابعة، وبعد كده برضو بتستنى شوية لحد ما يتم تسجيل دخولك في الحساب. طبعا ده بيتكلم على الاوبشن الخاص بالمكافآت. كل عليك بس بتضغط عندك على سماح، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة نو ثانكس، ومن هنا بقى بتعمل هنا يعني استكمال للبيانات بتاعتك. هتضغط عندك على كلمة كومبليت بروفايل اللي هي موجودة فوق دي، كومبليت بروفايل، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة اد زي ما انت شايف كده، ومن هنا هتظهر لك رسالة هي المفروض تكون موجودة عندك. قول له هنا كلمة متابعة عادي جدا زي ما انت شايف كده، هيعمل متابعة وهيقول لك انا لو قال لك عذرا تنفيذ طلبك قول له حسنا واعمل متابعة من جديد، لحد ما يجي يظهر لك عندك بروفايل ابديت ووز سكسس. يعني ممكن الخطأ يتكرر معاك مرة لكن مش هيتكرر معاك تاني، خلي بالك من الحتة دي. ومن هنا بتضغط عندك على كلمة الاو، وبعد كده بقى انت بتروح عندك على حاجه اسمها اد لانجويج، بتضغط عندك على كلمه اد، وبقول لك هنا الولايات المتحده ويحولك على اللغه الانجليزيه، قول له هنا تم مفيش اي مشاكل. بعد ما يجي يقول لك بروفايل ابديت ووز سكسس زي ما انت شايف كده، بتطلع بالشاشه فوق، عفوا نطلع كده بالشاشه فوق شويه،
او نرجع مثلا ورا خطوه لحد ما يجي يظهر لك البالانس الخاص بتاعتك هنا زي ما انت شايف هنا بالدولار الامريكي. من هنا كل اللي عليك بقى بتروح عندك على كلمه بلاي ستور، بتضغط عليها ضغطه كده، بعد كده بتروح عندك على صوره البروفايل اللي هي قدامك دي، ومن هنا بتروح عندك على حاجه اسمها الدفعات والاشتراكات، بتضغط عليها ضغطه كده، وقول له هنا اضافه طريقه دفع، تضغط عليها ضغطه كده لحد ما يجي يظهر عندك هنا حاجه اسمها تحديث معلومات العنوان. كل عليك بس بتضغط عليها كده، وبعد كده بتضيف بقى الرمز البريدي الخاص بالولايات المتحده، ممكن تضيف اي رمز في دماغك، يعني على سبيل المثال ممكن اضيف هنا 119، وبعد كده بضغط عندي على كلمه متابعه. طبعا ممكن اعمل بلور للشاشه حفاظا على الخصوصيه، وبعد كده زي ما انت شايف كده بيقول لي ان هو تم اضافه طريقه الدفع على جوجل بلاي بدون اي مشاكل زي ما انت شايف قدامك كده. بعد كده انت بتروح تضيف عندك اي بطاقه فيزا عندك، سواء انت كنت هتجيبها من على الانترنت او معاك بطاقه فيزا ممكن تضيفها. بعد كده بتضغط عندك على كلمه حفظ البطاقه، وبتنتظر لحد ما يتم اضافه الحساب بتاعك. طبعا لك ان تتخيل ممكن الفيزا بتاعتك ما تتقبلش، فانت كل اللي عليك بتروح عندك على محفظه جوجل، تمام؟ بتفتح عندك محفظه جوجل، وبعد كده بتضغط عندك على حاجه اسمها اضافه محفظه جوجل، وبعد كده بتروح عندك على بطاقه الدفع، ومن هنا بتضيف بطاقة ائتمان زي ما انت شايف كده. طبعا في مواقع كتيرة بتقدر توري لك بطاقة الائتمان، وفي كمان ناس بتستخدم بوتات على التليجرام، تقدر تستخدم البوت والكود اللي انا هسيبه لك او الجنريت اللي انا هسيبه لك في الوصف او التعليقات، تمام؟ هنا بيقول لي اضافت تفاصيل يدويا، بتكتب التفاصيل يدويا، ممكن يكون الشاشه لونها اسود علشان الخصوصيه بتاعه الحساب نفسه. طيب دلوقتي لما تيجي تروح عندك على المتجر وترجع تاني تروح عندك على صوره البروفايل زي ما انت شايف كده، نرجع مع بعض على صوره البروفايل، وبعد كده بتروح عندك على اللي هو طرق الدفع او الدفعات والاشتراكات، وبعد كده بتروح عندك على طرق الدفع بتلاقي على طول ان الفيزا تم اضافتها في الحساب بتاعك. طبعا بترجع كده خطوه كمان وبترجع تاني على البروفايل، وبتروح عندك على حاجه اسمها هنا بلاي بوينتس، بتضغط عليها ضغطه كده، وبعد كده بتقول له هنا الانضمام مجانا على جوجل بلاي بوينتس زي ما انت شايف كده، بضغط عليه انضم مجانا، ومن هنا بقى على الحساب او اقداميه الحساب بتاعتك انت بيعتمد على النقاط. بيقول لي هل تريد تلقي عروض ترويجيه ورسائل ترويجيه؟ اقول له مش مشكله، مفيش مشاكل زي ما انت شايف كده، ودي كده واتفعلت معايا اللي هي نقاط او بلاي بوينتس زي ما انت شايف قدامك كده. ففي الفيديو ده علمتك ازاي تقدر انك تحقق ففي الفيديو ده بالفعل علمتك ازاي تقدر تفتح البلاي بوينتس عندك في التليفون بتاعك، وبطريقه مبسطه جدا جدا جدا، وكمان حلنا مع بعض مشكله التخطي الدفعات في جوجل بلاي. زي ما انت شايف كده تم فتح معايا المستوى البرونزي، طبعا تقدر بقى تبدا تكسب نقاط زي ما انت شايف كده على حسب الالعاب والمميزات والهدايا اللي بيتم عرضها زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا دي الرصيد بتاعنا، ودي كل حاجه تتخيلها، يعني تقدر كمان تفتح بلاي بوينتس زي ما انت شايف قدامك كده على الحساب بتاعك. وبكده انا شرحت انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، ولو احتجت حاجه اتواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. دمتم بخير، سلام.